جدل كبير صاحب عدم تسويق دواء الداء السكري لمكتشفي توفيق زعيبط كما كان مبرمجا يوم الفاتح من شهر نوفمبر. الصحفي عمر بودي تنقل إلى المصنع المكلف بإنتاج الدواء الكائن مقره بقسنطينة وعاد إلينا بهذا التقرير. كلام كثير قيل حول عدم تسويق دواء داء السكري يوم الفاتح من شهر نوفمبر كما كان مبرمجا، أمر دفعنا إلى الذهاب إلى قسنطينة، بالضبط إلى شركة ناد فارماديك المكلفة بإنتاج الدواء بغية توضيح الأمور. عطاوهم شوية في لا ديمونسيون تاعهم كانت شوية كبيرة. اون ليزا ريكسيفي باسكو اون ايو ان بروبليم افيك لا بليستيروز، ما كانت لوسكون في لو شارجومون ال ميتي بلوس كون لو دوموندي. سي بور سا كون ا رفي، اون ا تو انفوي بار افيون، اي نورمالمون اليوم ان شاء الله اليوم تو لي زيتوي سيرون سور سيت اي اون فا كومونسي لا ميز اون بواط 15 نوفمبر نورمالمون. لو برودوي سيرا سور لو مارشي من يوم الاحد، تعود يوميا يخرجوا 40 50 الف علبة يوميا. قد يتساءل البعض عن السبب الذي ادى بالشركه الى اللجوء الى اليد العامله الاجنبيه لصنع العلب، وهو ما يوضحه المدير العام للشركه. هذيك رحنا بلاد بعيده غير باه ما يكونوش من بعد مشاكل مع لا كونتر فاسون. احنا هنا كما تشوف درنا حوايج باه الناس ما يخدمش اونالو ماركي. ديجا يا ان بروبليم جو كروا مع الناس، ايزون كومونسا في هاد لا كونتر فاسون تاع البرودوي هذا. لنقوم بعدها بزياره مخابر الانتاج، حيث راينا باعيننا سيروره عمليه انتاج الدواء. لا كومبريسيون تاعهم على النيميرو تاع لا سال بدات لا دات لو 2/11 6 اور 30 دو ماتان. هاو ار اش بي سي لو بروميي لو اللي غادي تخدم. وحتى نتاكد من الامر، تنقلنا من قسنطينة إلى الجزائر العاصمة وبالضبط إلى مطار هواري بومدين لمعرفة هل حقا وصلت الشحنة الخاصة بالعلب، وكم سيستلزم الأمر لخروجها من منطقة الشحن. الآن راكم تشوفوا على المباشر هنايا باللي السلعة راهي تاع لا راشبي، المونك كو لو زيتوي اي لي لالمينيوم، الحمد لله راهم هنايا اليوم إن شاء الله يكونوا في قسنطينة إن شاء الله، بور فار لو كونديسيونمون غابيد إن شاء الله. شوف هي لونسيان ها هي ولا نوفيل ها هي، سادير كان لا ديمونسيون كان عريض شوية بزاف باسكو كان لو بليستير كيكون في وسطو كان يتحرك. مي دركا لي كاتر بليستير دركا اللي كانوا في النوفو برودوي هذا ان شاء الله في لو بليستير لي زيتوي هادو فينال، راهم دركا العلبه راح تكون سير ميزور ان شاء الله. الشحنه وصلت صباح هذا اليوم الى مطار هواري بومدين، وانتم تحضرون الى عمليه تسليمها بعد ساعات قليله من وصولها الى المطار. كل شيء اذا اصبح جاهزا حتى يكون المنتوج متوفرا في الصيدليات في اقرب وقت، وهو ما ينتظره المرضى بفارغ الصبر.